من إسماعيل ستار 8 25 سالة و درتويك بيمان. أنا اسمي إسماعيل ستار، عمري 25 عاما، خريج معهد شقلة والتقني سنة 2012. بعد تخرجي استطعت أن أهتم بتخصصي في مجال تصنيع حلويات الباسوق والسجوق التي تشتهر بها مدينة شقلاوة. برهمي سرشي شقلاوة ك بيكات كاني باسوق وسجوق بيكاتي سرشي بيكديت لشكل. تتكون الباسوق والسجوق من السكر والبيكنج باودر والفانيلا، وأهم مكوناتها هو علك المستك المستخرج من أشجار كردستان. كردستان وأهمان بيكاتي خمالي كردستان. تعتبر الباسوق والسجوق من الحلويات الكردية القديمة والأكثر انتشاراً، ونحن قمنا بالاهتمام بها من ناحية النوع والكم، حيث استطعنا تصنيعها من العنب ومن السروة التي تعتبر المصدر الرئيسي في صناعة الباسوق والسجوق الأبيض، ونقدمها للسياح والزائرين. باسوق كمان بيكاتيتش خمالي هبيتين نسبيكش ل. الهدف من الاعتماد على العلك الكردية في صناعة الباسوق والسجوق لأنه مقاوم للحر والبرد، وإمكانية بقائه أطول مدة معروضا في المحلات. مقاومة هبيتو زياتر موداي هبيتن بو خزن كردن لدوكان كان دا ياخد لمال كان دا. لهمان که دائما زیاد کرایه کیتر ما کرد و با پیکاتی باسوق سزوق که اویل جلو داده می‌نیت و. في نفس الوقت قمنا بإضافة مادة جديدة للباسوق والسجوق بإضافة الجوز والفستق لبقايا المادة المصنوعة، وندمجها مع المكونات الأخرى ونغطيها بالفستق، ويتم تشكيلها في المرحلة الأخيرة لتكون جاهزة. لقد استطعت من خلال تجربتي المهنية أن أضيف شيئا مميزا إلى كل أصناف الحلويات الكردية من ضمنها الباسوق والسجوق، وأن أتحقق من مكوناتها ثم أعمل على صناعة الأفضل منها. ولا أكتفي بمعلوماتي عن المنتجات الكردية، لكنني أحاول دائما أن أضيف إليها مكونات أخرى لتقديمها بشكل أفضل للزبائن. لفال دروس کردنی بر همه سجوق امتوانی من زیاتر گرنجی به بر مکانی خوام بدن و کود دروس کردنی. اضافه الى تصنيعنا لحلويات الباسوق والسجوق، نهتم ايضا بانواع اخرى متنوعه من الحلويات مثل برمه الرمان ودبس الرمان والتمر الهندي، وحاولنا من خلال تصنيعنا للمنتجات ان تكون ذات طابع محلي. استطعنا إيصال منتجاتنا إلى خارج الإقليم من خلال شركات خاصة، ويتم تصدير جزء كبير من المنتجات الكردية إلى دول مثل ألمانيا وفنلندا والسويد وتركيا، ولهذا تجد منتجاتنا من الباسوق والسجوق في الأسواق الأوروبية أيضاً.